بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، الدرس 28 مع أداة جديدة للتنقل بين اللغات بشكل سهل وبشكل أفضل من ما هو من قبل، وهو أداة أوتو تي تي إس. هذه الأداة نستعملها بدال السمارت فويس. ملف السمارت فويس نلغيه من الجهاز على أساس أنه ما يتعارض مع الأوتو تي تي إس. إنزين، نقوم بالعملية التالية. أولا ندخل على البلاي ستور، هاي اختصارا الموضوع أولا، بعدين ثانيا بطبقها معاكم. أولا ندخل البلاي ستور ونكتب أوتو إيت يو تي أو تي تي إس، وأن تم الاتصال بيكون بشركة. أول نتيجة موجود فيها في البلاي ستور. ننزل ونثبت البرنامج. إذن بعد ما نثبت البرنامج نستطيع من خلال هالبرنامج إيش؟ شنو القدرة في هالبرنامج؟ شنو الفرق بينه وبين السمارت فويس؟ السمارت فويس أجبرنا على طارق وسمانتا، وقد يكون هنالك ماجد ولكن ضعيف الجودة وإلى آخره. لكن هذه الأداة الجديدة ممكن من خلالها جمع بين أي صوتين نحتاجهم، بين أي صوتين نحبهم، بين أي صوتين نختارهم. إذا أكابيلا، فوكالايزر، أي شيء عندنا ممكن نختار الأصوات من خلالهم ونغير بكيفنا. زين، كيف الطريقة؟ الطريقة كالتالي: ندخل على البرنامج بعد ما ثبتناه. المستشعر الصوت جالكسي، خيارات تحويل اوتو تي اوتو تي تي اوتو تي تي اس. نروح على نروح في البرنامج على المربعات اللي موجودة نشوفها. اوتو تي تي اس اوتو تي تي فويس تشوز اند انستول فويس فور ايتش لانج. تنبيه: تنزيل ملف الصوت العالي الجودة. أزر موافق، أزر إلغاء، محرك تحويل النص إلى حديث من سامسونج، مزيد من الخيارات بلوكو ميل 2.0، مزيد الكاميرا كيد موبل. طلع مرة ثانية، خلينا بس أدخل الصفحة 9 من 11، الصفحة 10 تم فتح صفحة الصفحة 10 من 11، التطبيقات الصفحة 1، الصفحة أوتو تي تي. نعم، اوتو تي تي اس. ندخل اوتو تي تي اوتو تي تي اوتو مودز. لم يتم التحديث. نلاحظ ان في ثلاث مربعات اختيار: واحد، اثنين، لم يتم ثلاث. التحديد. زر فول سنتنس لانجويج ريكوجنيشن. زين، شنو اللي لازم نسوي؟ شنو اللي لازم نسوي؟ المربع الثاني الوسطاني نحط عليه صح. شوفوا انا ملاحظ. تم التحديد. زر اختيار دول لانجويجز. تم الاختيار، نحطه تم الاختيار. مربعات الاختيار: أول مربع لا، ثاني مربع نحط تم الاختيار، بعدين نروح نشوف في آخر القائمة شنو طلع لنا. Select secondary language. Select secondary language، وهو إيش محطوط؟ القائمة المناسبة له. العربية. العربية نتركه. أزر. Go to voice. إذا ما كان عربي نحط عربي. Go to voice setting، الاختيار الأخير. طبعا نسحب يمين يسار ليمين، من يسار ليمين، من يسار ليمين. آخر اختيار voice setting ندخل عليه. زين، حيقول لنا اختيار قائمة، حيكون في الفويس سيتنج في قائمتين: قائمة لاختيار اللغة وقائمة لاختيار الصوت. قائمة لاختيار اللغة وقائمة لاختيار الصوت. نختار في اللغة أول شيء عربي. القائمة تم التحديد.
لم يتم تم التحديد العملية. حتى لو تم التحديد نضغط عليه مرة ثانية. تم التحديد. زين نروح على الزر القائمة المناسبة له. القائمة الثانية اللي هو من اختيارات أعراض العناصر الأصوات. اختيارات الأصوات. اختيارات الأصوات. نختار من ضمن صوت ثاني. أنا الحين حاط ليلى، بحط مهدي في الأكابيلا. تم التحديد. المملكة العربية السعودية. ليلى. لم يتم التحديد. عادل 3 نقطة. لم يتم التحديد. فوكاليزر. لم يتم التحديد. أكابيلا تي تي اس. المملكة العربية السعودية. مدي. تم التحديد. أوتو تي تي اس. اخترت مهدي. عدد العنصر واحد من إجمالي 5. شوف ما تفعل. هني في ناس يقولون هاي الأداة تعبانة لأنه ما تفعل. شو أسوي عشان يتفعل؟ أروح أختار اللغة مرة ثانية. وأختار إنجليزي. عشان أبي أغير أنا. ما بغيرت العربي. أبي أغير الإنجليزي أيضا. تم التحديد العربية. لم يتم التحديد الإنجليزية. تم التحديد. إذن مجرد ما ضغط على الإنجليزي فعل لي الصوت الجديد العربي اللي اخترته. إذن أنا كل ما أحدث التفعيل لازم أغير اللغة. يعني مثال، أنا الحين غيرت الصوت العربي، رحت على الإنجليزي، ضغطت على إنجليش، الحين بجرب بروح اغير الصوت مال الانجليزي. الزر القائم يعرض سب. تم التحديد. محرك 3 نقطة. سامسونج. هاي سامسونج. لم يتم التحديد. انا ابي اخليه بيتر. المملكة المتحدة. بيتر. زين تم التحديد. ما تفعل. عرض العنصر الواحد زين. اجمالي 7. ما تفعل. شو اسوي هني؟ اروح على اللانجوج اختار عربي. القائم يعرض. تم التحديد الانجليزي. كاني بروح اغير العربي. لم يتم التحديد. شوف اوتو تي تي اس تفعل. اذا الخطوات من جديد وبشكل سريع. اروح على البلاي ستور، اكتب اوتو تي تي اس، انزله، اثبت البرنامج، يطلع لي 3 مربعات. المربع الاختيار اللي في الوسط اللي احط عليه صح هو المربع اللي في الوسط، المربع الثاني مو بالأول ولا الثالث. يطلع لي secondary language أخليه عربي، واروح على voice setting. الvoice setting متقسم إلى قائمتين، قائمة لغات وقائمة أصوات منزلة عندي في الجهاز. قائمة اللغات أغير اللغة، من أغير اللغة أروح أغير الصوت، أرجع أغير اللغة الثانية يتفعل لي الصوت الجديد. ما غيرت اللغة ما راح يتفعل لي الصوت الجديد. يعني مثلا أختار اللغة الإنجليزية، أروح أختار الصوت الإنجليزي، أروح أغير اللغة إلى عربي عشان يتفعل الصوت الإنجليزي. بعدين أختار العربي والصوت العربي، أرجع أغير اللغة إلى إنجليزي وأطلع من البرنامج عشان يتفعل الصوتين. هذا الأوتو تي تي اس، وإن شاء الله تكونون استفدتوا من الشرح. وإذا في أي سؤال إحنا حاضرين في عالم كفيف تقني وأصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة معاكم.